بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة سكندري 2، النهاردة هنكمل الليميتس. كنا بدأنا المرة اللي فاتت الليميتس في الأسبوع الأولاني، وقلنا إن الليميتس دوت ده ليسون 1 في الكالكلس، هنكمله النهاردة بالأفكار بتاعته. كنا خدنا فكرة الفاكتورايزيشن لما بتطلع 0 أوفر 0 يدينا يو إن إس اللي هي أن سبيسيفايد، كملنا وعملنا الفاكتورايزيشن وطلعت الليميت عندنا والدنيا كانت إيه، كانت ماشيه زي الفل. النهارده هنكمل الليمت. حاجه اقول لك، فايند ليمت اكستندس تو 1 سكوير روت اكس بلس 3 ماينس 2. دخلنا بقى في السكوير روت. فكره السكوير روت فكره جميله جدا وسهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. اول ما بتلاقي سكوير روت في المساله يبقى على طول كونجكيت، تفكر على طول في الكونجكيت. يبقى انا هنا بعمل له ايه؟ اوريدي بتطلع 0 اوفر 0 يو ان اس برضه كالعاده زي المره اللي فاتت، يبقى نستخدم موضوع الفاكتور الكونجكيت اكستندس تو 1. بنعمل اثنين فراكشن، بنحط في الفراكشن الاولاني المساله الاصليه اكس بلس 3 ماينس 2 واكس ماينس 1، بنيجي في الفراكشن الثاني ملتبلاي اب اند داون كونجكيت الاب، والكونجكيت عارفينه من ثاني اعدادي اكس بلس 3 بلس 2 اكس بلس 3 بلس 2. ما معنى الكونجكيت؟ هو تغيير الساين اللي ما بين الروت ومين؟ والنمبر. ماليش دعوه بالساين اللي جوه الروت، لا، اللي في الوسط ما بين الروت وما بين النمبر. النتيجه اكس تندس تو 1 بالنسبه للي فوق متشابهين، روت اكس بلس 3 ملتبلاي روت اكس بلس 3 يدينا اكس بلس 3 من غير روت، ماينس 2 ملتبلاي بلس 2 يدينا ماينس مين؟ ماينس 4. اما اللي تحت اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 وروت اكس بلس 3 بلس 2. تمام يا شباب؟ ليه مختلفين؟ عشان كده حطيت كل واحد في براكت. فوق اكس بلس 3 ماينس 4 عباره عن اكس ماينس 1 يروح مع الاكس ماينس مين؟ 1. يتبقى عندي 1 اوفر روت اكس بلس 3 بلس 2، بعد ما نشيل الاكس ونحط ال 1 هيبقى روت 4 بلس 2، روت 4 بلس 2 تبقى النتيجه 1 اوفر مين يا شباب؟ 1 اوفر 4. نشوف اكزامبل تاني. نشوف اكزامبل تاني. فايند ليميت اكستندس تو 3 اكس روت اكس بلس 3 اوفر سكوير روت اكس بلس 1 ماينس 2. تمام؟ طيب برضو بنعمل سبستيتيوشن مباشر، فبتطلع 0 اوفر 0 يو ان اس، ونبدا نتجه للكونجكيت على اساس ان احنا عندنا سكوير روت في المساله كالعاده. يبقى ليميت اكس تندس تو 3 فراكشن ملتبلاي فراكشن، هنا الاساس اكس ماينس 3 سكوير روت اكس بلس 1 ماينس 2 ملتبلاي اكس بلس 1 بلس 2 روت اكس بلس 1 بلس 2. تمام كده؟ طيب ليميت اكستندس تو 3، نيجي على اللي فوق، اللي فوق مختلفين نحطهم جنب بعض اكس ماينس 3 وهنا سكوير روت اكس بلس 1 بلس 2. اما اللي تحت يا شباب متشابهين، روت باي روت يروح الروت ويتبقى الاكس بلس 1 ماينس 2 باي 2 يدينا كام؟ يدينا 4. اكس بلس 1 ماينس 4 عباره عن ايه؟ اكس ماينس 3 يروح مع الاكس ماينس 3، ونعمل سبستيتيوشن تاني نشيل الاكس ونحط 3 هيدينا هنا كام؟ هيدينا روت 4 بلس 2 روت 4 روت 4 بلس 2 equals 4. تمام كده؟ طيب اخر فكره عندنا في الليميت ات ا بوينت اللي هي اللونج ديفيجن. تعال ناخد اكزامبل واوريكوا الشكل اللي بيجي ازاي واللونج ديفيجن بيبقى ازاي ودنيته بتمشي ازاي. هنقول فايند limit extends to 1 x
x power 2 x power 2 plus 2x x power 3 plus 2x power 2 plus 2x minus 5 over x minus 1. لو بصينا اللي فوق x power 3 plus 2x power 2 plus 2x minus 5 بنلاقي اكسبريشن كبير ما ينفعش فاكتورايزيشن اللي هو العادي بتاعنا ما ينفعش الكونجكيت عشان ما فيهوش روت. خلاص يبقى هو ايه الحالة الثالثة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي هتبقى لونج ديفيجن. طيب 0 over 0 برضو يو ان اس وحددنا خلاص ان ديت هتبقى ايه لونج ديفيجن ليميت x tends to 1 تحت هيبقى x minus 1 ومستنيين فوق هيحصل ايه. هنعمل اللونج ديفيجن بتاعتنا بالمنظر ده كده. هنحط هنا ال1 اللي هو التندس بتاعنا. هنيجي نمشي على x power 3 هيبقى عندي هنا ادي 1 وادي 2 وادي 2 وماينس 5. مشيناها ازاي 1 x power 3 1 x power 2 2 x عباره عن 2 وماينس 5. هنحط هنا 0 ونعمل بلس 1 بلس 0 ايكوال 1 1 باي 1 يدينا 1 3 3 باي 1 ايكوال 3 كده 5 نعمل بلس عادي 5 باي 1 ايكوال 5 يدينا هنا 0 لازم اخر واحد يطلع 0. في عندي 2 براكت بقى هنا هنقول اكس ماينس تغيير الاشاره بتاع ال1 ماينس 1. اما البراكت الكبير الريزلت اللي طلع عندي 1 اكس باور 2 1 اكس باور 2 بلس 3x بلس ال5. نكنسل x ماينس 1 مع x ماينس 1 وبيطلع عندنا كده ايه نعمل سبستيوشن عادي جدا يبقى 1 باور 2 بلس 3 ملتبلاي 1 بلس مين يا شباب 5 كده يطلع 9. وكده يبقى احنا خلصنا الليميت ات بوينت. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه اللي جايه. السلام عليكم.